السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. فيديو اليوم راح يكون عن اصغر درون بالعالم مع كاميرا. هذا الطائرات تنباع من شركات مختلفة وباسعار مختلفة، واعتقد اللي عندي هي اغلى نسخة بهذه الفئة او هذا الحجم. فبدون ما اطلع عليكم اكثر خلونا نفتح الصندوق ونجرب الطائرة. بداية مع الصندوق، بالمقدمة موضحين بعض المميزات الخاصة بالطائرة. موقع يحتوي على دروس تعليمية، ايضا اسم الطائرة، وعلى الجانب موجود اهم المميزات مثل الكاميرا الفليب وهي حركة تقدر تسويها من خلال الدرون، راح اوضحها بوقت لاحق من هذا الفيديو. ايضا 6 اكسس جايرو، مسافة تحكم 50 متر، واربع قنوات لجهاز التحكم. فهي نفس الاشياء اللي موجودة باغلب هذه الدرونز تقريبا. انتقالا الى درون نفسها، ومثل ما تلاحظون فحجمها جدا صغير حتى مع الحماية الاضافية اللي مركبيها للمبتدئين، وبالداخل موجود كل الاشياء اللي تحتاجها حتى تستخدم هذا الدرون، من كنترولر، الاس دي كارد ريدر، ال 2 جيجا بايت اس دي كارد، وايضا الشاحن، وايضا اربع مراوح اضافية في حال اذا ما احتاجت لهن. وايضا اليوزر جايد يحتوي على كل شيء ممكن تحتاجه حتى تستخدم الدرون بشكل واضح، وايضا باللغه الانجليزيه. الان نرجع الى الطائره نفسها، وبدايه راح يكون اكو اطار اضافي للحمايه للمبتدئين، وتقدر تفصله عن الطائره بسهوله وراح تبقى الدرون فقط. بالخلف موجود المنفذ الاس دي كارد وبطاقة الذاكرة بحجم 2 جيجا بايت. بالمقدمة موجود الكاميرا، وبالمناسبة الكاميرا هي اقل من اتش دي، وتحديدا 640 في 480 بكسل. بالاسفل موجود البطارية اللي حجمها جدا صغير. على الاطراف موجود اربع مراوح مع اضاءة. الاضاءة تنبهك على اتجاه الدرون، وايضا وظائف اخرى مثل لما ينخفض شحن البطارية. ننتقل الى الكنترولر واللي جدا صغير وبسيط. ايضا موجود ازرار التشغيل والاطفاء، زر التريم، زر التقاط الصور، زر تسجيل فيديو، وبقية الاشياء اللي واضحة مثل اعلى، اسفل، يمين، يسار، والدوران. ايضا نفس الستيك اذا ضغطت عليها راح تغير السرعة او الريت الخاصة بالدرون، فاكو 3 سرعات متوفرة. ايضا الستيك الثانية اذا ضغطت عليها راح تسوي حركة الفليب، والكنترولر تشتغل على البطاريات. الان راح نجرب الدرون نفسها. طبعا الدرون هاي صارها عندي تقريبا 3 اشهر، جدا صغيرة، استخدامها سهل. بطارية لانه صغيرة ما تتوقع اقوى اداء منها. هذا الفيديو اللي لما صورناه كان الكاميرا الخاصة بالدرون تسجل، وايضا سرعة الدرون كانت على السرعة الاولى، وطتنا تقريبا اكثر من 3 دقائق بشوية، 3 دقائق و20 ثانية تحديدا اعتقد، مع الكاميرا وعلى السرعة الاولى. بالعادة تعطينا حتى اقل من هذا 3 دقائق تقريبا، ولما تطفي الكاميرا راح تعطيك وقت اطول شوية بعد. لكن بشكل عام اداء البطارية ما راح يوصل 5 دقائق حتى لو ما كانت الكاميرا مشتغلة، لانه حجم البطارية جدا صغير. اداء الكاميرا جدا سيء، اذا تلاحظون هذا التصوير اللي بالاسفل، وما تتوقع شيء اقوى من كاميرا بهذا الحجم. فهذه هي الدرون، اتمنى عجبكم الفيديو. طبعا سعرها لما اشتريتها كان سعرها $60، سعرها غالي. اذا كنت حاب اكو على المواقع الصينية انواع بدون كاميرا سعرها تقريبا $20 اذا ما كنت محتاج الكاميرا. ايضا مع الكاميرا ممكن تحصلها ب30 الى $25. راح اخليكم رابط بديله اسفل هذا الفيديو بالوصف، ايضا رابط هذه الدرون ايضا راح تلقوه اسفل هذا الفيديو بالوصف. فهذا كل شيء كان عندي بهذا الفيديو، اتمنى عجبكم الفيديو. اذا عجبك خلينا لايك، شاركوا رأيك اسفل هذا الفيديو بالتعليقات، وشكرا على المشاهده. نشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله.